السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بعرض حالات نيفروباثولوجي. وصلنا للحالة رقم 16، نبدأ بعرض الحالة. عندي مريضة كوكيجن بيضاء، عمرها 27 سنة، في عندها قصة ذئب حمامي SLE لمدة 10 سنوات. سابقا ما كان عندها إصابة كلوية، حاليا ظهرت بأعراض جديدة لهيماتوريا وبروتينوريا. بالتقييم المخبري في عند الكرياتينين 0.5، بول 24 ساعة البروتين كان 2.9، الألبومين بالسيروم كان 2.8، كريات البيضاء 2.4، الهيماتوكريت 36.8 والصفيحات 128. تقييم السيرولوجي المصلي كان عند الـ ANA بوزيتيف 1 على 1280، الـ anti-DNA كان بوزيتيف 500، C3 والـ C4 كانوا نازلين سوا، وهذا بيميز الإصابات بالذئب لأنه التفعيل المتمم يكون عن طريق معقدات مناعية، طريق الكلاسيكي. الـ IgG anti-cardiolipin كان بوزيتيف، بينما الـ lupus anti-coagulant كان نيجاتيف. بالفحص السري، بفحص البول عفوا، فحص السيدمنت كان عنده 4-10 كريات حمراء بالساحة، ما في كريات بيضاء وما في اسطوانات خلوية. بالتظاهرات السابقة للذئب في عنده التهاب التامور بيريكاردايتس، في عنده اللوبيشا، طفح الفراشي، وعنده الألم المفصلي. بالفحص السريري الضغط 122/86، في عنده طفح الوجه المميز للذئب، ما عنده إديمة، ما عنده وزمات بالطرفين السفليين. بالأدوية تبعها عم تأخذ ميثايل بريدنيزولون 6 ملغ 6 ملغ باليوم، تأخذ البلاكونيل اللي هو هيدروكسي كلوروكين 200 ملغ يوميا. بقياسات الكلية في عند الكلية، الكليتين كانت 12.1 و 11.5 سنتيمتر طول. نعمل لها خزعة كلية لنعرف شو وضع الكلية أو شو درجة الإصابة بالذئب. طبعا هي ذئب، فالاحتمال الأغلب أنه هي إصابة كلية ذئبية ليبوس نيفرايتس. من هلأ السؤال حيكون شو هو تصنيف الإصابة بهي المريضة. نحن نعرف أنه هي ذئب غالبا أو 99.9 هتكون ذئب، بس هل هي ليبوس نيفرايتس؟ شو هو الكلاس تبعها؟ هل هي ليبوس نيفرايتس كلاس 5؟ هل هي ليبوس نيفرايتس كلاس 4؟ S يعني segmental. هل هي lipos nephritis class 4S مع 5 and 5؟ هل هي lipos nephritis class 4G G يعني global؟ هل هي lipos nephritis class 4G مع 5؟ بمعنى آخر حتكون واحد، حندور على شو هي الإصابة الموجودة بسلايدات. فهذا هو السلايد الأول، أعطيكم 5 ثواني لتفكروا فيه. هذا السلايد الثاني، هذا السلايد الثالث، هذا السلايد الرابع، هذا السلايد الخامس، immunofluorescence لل IgG، وهذا المجهر الإلكتروني. فبنرجع للسؤال مرة ثانية، ما هو أفضل تشخيص؟ هل هو lipos nephritis class 5؟ هل هو class 4S؟ هل هو 4S مع 5؟ هل هو 4G؟ هل هو 4G مع 5؟ بترككم تفكروا بالجواب وبرجع بكمل بقراءة السلايدات. ببدأ بقراءة السلايد الأول. هذه كبة كلوية، في جزء منها مصاب، لاحظوا أنه هذا الجزء مصاب، بقية تجي الكلية، بقية الكبة تقريبا سليم، اللومن مفتوحة، ما في تكاثر جوا الخلايا، جوا الاندوثيليال سيلز. ربما الميزانجيوم نختلف شوي، أنه في شوية ميزانجيوم اكسبانشن بهي المناطق، في زيادة خلوية، بس الأساس هو هذه الجزء المصاب. هذه هايبر سيلولاريتي أو بروليفريشن، عم يشمل جزء من الكبة أقل من 50%، وبالتالي فهو بالتعريف سيجمنتال، لو كان أكثر من 50% فبنقول عنه جلوبال. بنفس التعليق، هذا ملون هيماتوكسين إيوزين، في جزء من الكبة مصاب، هايبر سيلولاريتي، لاحظوا في شوية حتى خلايا كريات بيضاء، هذه على فكرة إذا بتنتبهوا عليها مميزة عن الاندوثيليال سيلز. فهذه كمان سيجمنتال بروليفريشن إنجري. بهذه الملون المستخدم هو السيلفر ستين المميز، إضافة لإصابة السيجمنتال في عندي كريسنت، في جزء في بداية تشكل الكريسنت، لاحظوا هون هذا كريسنت وهذا كريسنت بهي المنطقة كمان.
نفس الشيء هذا ملون سيلفرستين. ما في عندي فرد خلوية هون، بس المميز إذا بتنتبهوا إنه الغشاء القاعدي متسمك، وإنه في عندي سبايكس. ذكروا الممبرينس المحاضرة الأولى اللي حكيناها، هذه يعني هذه الصورة نموذجية للممبرينس. فأنا هون عندي سبايكس، هذا الشيء المميز، تسمك بالغشاء القاعدي مع سبايكس. الاي جي جي عم ياخد، عم يكون بوزيتيف بيري كابيلاري اضافة الى ميزانجل، ربما حتى يعني فيني اقول سمجي او ربما كثيف كثافة تدل على زيادة المعقدات المناعية او كثافة المعقدات المناعية المترسبة. مجهر الكتروني، في عندي معقدات مناعية، الغشاء القاعدي ما هو سليم. طبعا في عندك الفود بروسيس فيس، ما كثير بهمني كثير هالكلام هون، لانه في مرض واضح، في عندي معقدات مناعية متشكلة، لاحظوا انه هاي المعقدات كلها. هلا هذه كلها سب ابيثيليال، بالقراءة الرسمية عم يقولوا في سب اندوثيليال، ماني قادر صراحة اقول بشكل قاطع اي هي السب اندوثيليال، بس هذه كلها سب ابيثيليال ديبوزيتس. فنحن في عندنا قلنا سيجمنتال، وفي عنده احد السلايدات كان الاصابه النمط الخامس اللي هو الكلاس 5، وبالتالي فهو سيجمنتال هو كلاس 4. يعني نفس الكلام هون ما راح اعيده. الامينوفلوريسنس كان اي جي ام واي جي اي وسي 3 والسي 1 كيو، ما شوفونا هذول السلايدات، وهذا بيدل على انه هذه فول هاوس، وهو هذه كلمه فول هاوس لما بتسمعوها فهذه ليبوس نيفرايتس. سب اندوثيليال وسب ابيثيليال، ما اقدر اشوف السب اندوثيليال شخصيا. فالاصابه سيجمنتال كلاس 4 سيجمنتال مع كلاس 5، هذا هو الجواب الافضل لهي الحاله. مراجعه بسيطه للذئب مع الليبوسنفرايتس، خصوصا التهاب الكبد والكليه الذئبي. الذئب هو إصابة مناعية ذاتية في الضاد، بتتشكل بتهاجم خلايا الجسم، المعقدات المناعية المتشكلة بتروح تترسب بالكلية أو بتهاجم الغشاء القاعدي مباشرة، وبتساوي التهاب بالمكان اللي بتترسب فيه باختصار. التعريف القديم للذئاب الـ ACR الـ American College of Rheumatology، أظن هذا بالتسعينات أو تقريبا ماني فاكر إمتى صدر أول مرة، اللي هو 11 كراتيريا بنعرفها جميعا. هلا بال 2014 اظن، او يعني تعريف حديث نسبيا، اسمه تبع ال SLICC كرايتيريا، SLICC ACR كرايتيريا، هذا يعني عملوا شويه تعديل للكرايتيريا القديمه، ممكن تقارنوهم وتقراوا الفرق بيناتهم. الشيء اللي بيهمني انه احد الكرايتيريا او احد المعايير التشخيصيه للذئب الحمامي حاليا للمرض بحد ذاته، انه اذا في عندي التهاب كليه ذئبي مثبت بالخزعه مع ايجابيه الاي ان اي او الدبل ستري دي ان اي انتي دي دبل ستري دي ان اي، في عندي معيار مناعي واحد مع خزعه كليه ايجابيه بشخص الذئب الحمامي بدون ما اضطر لاستعمل هي الكرايتيريا. فربما هذا شيء مميز من ناحيتي انا كطبيب كليه. نتذكر انه اصابه الكليه بالذئب الجهازي متنوعه، ما هي فقط اصابه الكليه الذئبيه، الاصابه اللي الكلاس اللي بتعرفوه اللي هي 2 3 و 2 1 و 3 4 5 و 6، اللي هن اصابه التهاب الكبد بالكليه الذئبي. الذئب الحمامي الجهازي ممكن يعمل بودوسايتوباثي، وهذا ما له علاقه بالمعقدات المناعيه، سواء بشخصه بين الاف اس جي اس او البودوسايتوباثي اللي هي المينيمال تشينج تبع الذئاب، ممكن يجي بكولابسنج، هذا سببه اضطراب الانترلوكينز، يعني سببه ما هو معقدات بحد ذاته وانما اضطراب بيئه الانترلوكينز والانفلاميشن، فممكن يعمل هذه النمط من الاصابه. الذئب ممكن يتظاهر بالتهاب خلالي بانترستيشال نيفرايتس، ممكن يتظاهر الفاسكولار دامج، ممكن تصير في فاسكولايتس مثلا يصيب الكليه بطريقه، اضافه لاضداد الفوسفوليبيد ممكن تكون ثانويه بالذئب وتعمل تي ام اي مثلا، رينال فين ثرومبوسس، هذه كلها تظاهرات مختلفه للذئب الجهازي بالكليه. فنحن ربما بنركز اكثر شيء على هذا، بس نتذكر انه هدول الاصابات الثانيه كلها ممكن تكون موجوده. باختصار انا هذا بالنسبه للمعقدات المناعيه، الكلاس 1 المعقدات المناعيه بتجي بتقعد بالميزانجوم بس ما بتعمل فرط خلويه، فقط معقدات مناعيه بتقعد هون، ما بنكشف هذا المرض النمط من الاصابه او هذا الكلاس لانه ما بنعمل خزعه كليه عاده هدول المرضى.
الكلاس 2 نفس الكلام، في عندي معقدات مناعيه قاعده بالميزانجوم بس عم تعمل هايبر سيلولاريتي، عم تعمل فرد خلويه او بروليفريشن بالميزانجوم فقط، الاندوثيليوم ما عم يتاذى. فهون هذا الكلاس 2. نفس الشيء هذا الكلاس 1 والكلاس 2 ما بيوصلوا لعنا عاده، ما بنشوفه لانه ما بنعمل خزعه كليه هذول المرضى. هلا الكلاس 3 و4 المعقدات المناعيه بتوصل للاندوثيليوم وبتعمل معقدات سب اندوثيليال وبتعمل هايبر سيلولاريتي او بروليفريشن بالاندوثيليال. الكلاس 3 بيكون الاصابه فوكال، يعني اقل من 50% من الكبب مصابه. الإصابة الكلاس 4 بتكون ديفيوز، يعني أكثر من 50% من الكبب مصابة. وبالتالي أنا لازم أطلع على كل السلايد بتكبير صغير، بتكبير أقل ما يمكن لحتى أشوف شو هي الكبب المصابة من عدد الكبب الكلي. الكلاس 5 المعقدات المناعية بتجي صب إبيثيليال وبتعمل النمط الكلاس 5 اللي هو الممبرينس. ممكن يجي كلاس 3 او 4 مع ال 5. وفي اخر شيء ما انا شايفه هون الكلاس 6 اللي بيكون في عندي سكليروسس، بيكون في عندي تصلب، خلاص الاصابه متقدمه وما عاد في اي امل للعلاج. فمره ثانيه ديفيوز فيرسس فوكال، اذا كان عم نحكي على بروليفريشن فهي كلاس 4 بالديفيوز وكلاس 3 بالفوكال. هلا الكلاس 4 سابقا، وحطوا خطين تحت كلمة سابقا، كان يتقسم لسيجمنتال وجلوبال. سيجمنتال إذا كانت إصابة جزئية أقل من 50% من الكبة، وجلوبال إذا كان التكاثر أكثر من 50% من الكبة. هذا حاليا في توجه أو في ورقة علمية ظهرت بال 2018 تنادي بأنه نلغي هذا السيجمنتال والجلوبال بالنسبة لكلاس 4، لأنه ما في فرق بيناتهم بالنسبة للإنذار والعلاج. ورغم هذا الشيء المراجع لازالت تذكر الاس والجي وبتذكر التعديل، يعني لساتنا ربما بدها عدة سنوات لحتى ننسى هذا الكلام، بس لساته موجود بالكتب ولساته موجود بالتعليم. في شيء بينضاف للباثولوجي، ما لازم نقبل من طبيب باثولوجيست يعطيني تشخيص ليبوس نيفرايتس الا يعطيني الاكتيفيتي تبع الديزيز، هل هو اكتيف، هل هو كرونيك، هل هو اكتيف اند كرونيك، لانه هذا الشيء بيحدد كمان شو فيني انا اقدم علاج، او انه في ضروره اتداخل او ما في فائده من تداخلي. اذا كان في بروليفريشن بيمشي مع الاكتيف، اذا كان في سكليروسس بيمشي مع الكرونيك. فالكلاس 1 حسب التصنيف اللي هو نسبيا جديد بال 2003 هذا التصنيف بيقول هو مينيمال ميزانجل ليبوس نيفرايتس، اللي هو فقط معقدات مناعيه بالميزانجوم بدون ما يكون في تكاثر ميزانجيمي. تذكروا انه تصنيف الامم المتحده السابق اظن WHO كنا نقول الكلاس 1 هو المينيمال تشينج ديزيز، وهذا الشيء بالتصنيف الجديد ما عاد موجود. المينيمال تشينج ديزيز صار تصنيف لحاله اللي هو عباره عن مينيمال تشينج ديزيز بودوسايتوباثي، بيسموه ليبوس بودوسايتوباثي، اللي هو ما له ناتج اصلا عن معقدات مناعيه، لذلك شالوه من هذا التصنيف. الكلاس 2 هو الميزانجل بروليفريشن، في عندي معقدات بالميزانجوم مع تكاثر. الكلاس 3 صارت معقدات سب اندوثيليال مع اصابه فوكال. الكلاس 4 صارت ديفيوز اكثر من 50% من الكبب مصابه. هلا مثل ما حكينا في سيجمنتال وفي جلوبال، اضافه لكلاس 5 اللي هو ممبرينس، والكلاس 6 هو الادفانس كليروتيك ليبوس نيفرايتس. تذكروا انه في الاكتيفيتي لازم تكون لازم نحدد الاكتيفيتي تبع الاصابه. الباثولوجيست لازم يقول لنا انه هذا اكتيف ولا اكتيف ولا كرونيك او كرونيك، لانه هذا الشيء بيأثر على قرارك العلاجي او تداخلك العلاجي بهذا المريض. هلا في عده معايير صراحه، يعني صار في يعني الموضوع قيد التطوير، انه شو هي الشغلات اللي بتحدد الاكتيفيتي. وجود احد هدول الامور مثلا وبيعطوه علامات ممكن يحددنا انه هذا ديزيز هو اكتيف ولا ما انه اكتيف. هل هو في عندي كريسنت مثلا، في عندي نيكروسس، في عندي نيتروفيلز، في عندي بروليفريشن، في عندي اميونوديبوزيتس، في عندي انترستيشال انفلاميشن، هذه كلها بتمشي مع الاكتيفيتي، مع الاكتيف ديزيز. بينما مثلا الكرونيسيتي، اذا كان في عندي الجلوميروسكليروسس، اذا كان في تصلب، اذا كان في فايبروس كريسنت، مو كل الكريسنت بتكون دليل انه في عندي كرونيسيتي. اذا الكريسنت كانت سيلولر فهي بتمشي مع الاكيوت.
الفايبرس تمشي مع الكرونيك، هل في عندي ضمور لتيبلز هذه بتمشي مع الكرونيسيتي، والانترستيشال فايبروسيس اللي هو دليل اصابه متقدمه وهذا كرونيك ديزيز وغالبا ما بيفيد التداخل. مثل ما قلنا بال2018 هذا التعريف المعقد واللي فيه كثير تفاصيل ربما ما بتفيد سريريا وما لها تاثير على البروجنوسيس حاولوا يعدلوا فيه، فبال2018 صدرت هي الورقه واظنها صارت اوفيشال، يعني لهلا صراحه بنحكي انه في تعريف قديم وفي تعديل عليه، لهذا هلا بينحكى التعديل. ما حاخذ بالتفاصيل كثير، التعديلات الورقه موجوده ممكن تراجعوها. اهم شيء انه نحطوا تعريفات دقيقه لمعنى البروليفريشن سواء ميزانجل او اندوكابيلاري. البروليفريشن صاروا يسموه هايبر سيلولاريتي مثلا، انه يعني مشان يدخلوا عنصر الكريات البيضاء بالنص. الاس والجي لغوهم، لقوا انه ما في فرق، الكلاس 4 كله كلاس 4 سواء كان سيجمنتال او جلوبال حيكون نفس العلاج ونفس الانذار. الاكتيفيتي والكرونيسيتي غيروا فيها بتعريفها، حطوا معايير دقيقه لتعريفها. هذه سلايد من نفس الورقه العلميه بالمناسبه، حاطين تعريف شو معناته الميزانجل هايبر سيلولاريتي اكثر من 3 خلايا، الاندوكابيلاري هايبر سيلولاريتي مثلا هون، السيلولار كريسنت اللي هو الكريسنت الخلوي اللي هو السيل اكتيف ديزيز ما هو كرونيك ديزيز، بمقابل فايبروس كريسنت لما يكون كله تليف وبالتالي هذا كرونيسيتي كرونيك. الفايبروسيلولار اللي هو بيشمل بيكون في خلايا في 2 خلايا والتليف سوا، وحطوا تعريف للادهيجن اللي هو ما هو كريسنت مثلا. هاي صور مختلفة لإصابات متنوعة لذئب جهازي، مثلا هذا ميزانجل بروليفريشن، لاحظوا الكبة الكلوية الكابيلاري نسبيا مفتوحة شايفها، بس في عندي فرط بالخلوية على مستوى الميزانجم هذا كلاس 2. هون أكثر من 3 خلايا موجودة بالميزانجل إيري، الميزانجل إيري هي بين 3 لمعات، بين 3 لمعات مثلا هون، لاحظوا إنه في عندي أكثر من 3 خلايا فهذه ميزانجل بروليفريشن. ما بنوصل لهون عادة، أو ما بنخزع هدول المرضى، يعني ما صعب إنك تعمل خزع لمريض ذئب ويطلع ميزانجل بروليفراتيف إلا إذا كان عم تخزعه للغايات بحثية. الكلاس 4 جي جلوبال، مثل ما قلنا الجلوبال ما عاد له قيمه هون، تكاثر اندوكابيلاري بروليفريشن بكل الخلايا، لاحظوا عم يعطي منظر البروليفراتيف، ماني شايف ام بي جي، يعني شايف بس بروليفريشن، ماني شايف ممبرينس بهذه السلايد. تذكروا حكيتها بمحاضرة الكولابسينج جي ان، الاندوثيليال تيبولو ريتيكولار انكلوجين اللي هي بتكون طبعة الانترفيرون، هذه مميزة للإصابة بالذئب، مميزة للإصابة بالإتش آي في والعلاج بالانترفيرون جاما، فهذه بيسموها الانترفيرون فوتبرينت. في تعبير بيذكروه كثير بمرضى الذئب اللي هو الواير لوب ديبوزيتس، لما بيكون في عندي معقدات مناعيه كثيفه بالغشاء القاعدي بيتشكل مثل واير لوب، مثل اللعبه اللي بيسموها واير لوب، هلا حشوف فيكم صورتها، بتتسمك كثير الغشاء القاعدي لدرجه انه بيسموه الواير لوب، هيك اسمه تماما. هلا المعقدات المناعيه اذا كانت موجوده باللمعه بكثافه، تذكروا محاضره الكرايوغلوبولينيميا، ممكن تعمل كرايوغلوبولينيميا هون تعمل لي هيالين ثرومباي مثلا. مره ثانيه هذه لعبه الواير لوب بالمناسبه اذا بتعرفوها، فهذا هو الواير لوب، فهذه نفس الشكل تقريبا، هذه كلها واير لوب ليجن. مثلا بهذه الصوره هذه عندي القراءة الرسمية Global Narrowing Obliteration للكابيلاري لومينا، في عندي Endocapillary Proliferation في تكاثر خلايا بطانية، في عندي Infiltrate، لاحظوا هذه كلها كريات بيضاء، هذه كريات بيضاء بينما هذه Endothelial Cells. الواير لوب أظن صريح وظاهر. هلأ اللي عم يأشروا عليه بالأسهم بيسموه الهيماتوكسيلين باديز، اللي هي عبارة عن نويات خلوية مرتبطة مع أضداد النوى، هذه بسموها الهيماتوكسيلين باديز، وهي مميزة كمان للذئاب لو شفتوها بسؤال امتحاني. لما بتسمع فول هاوس كل الإصابات كل الأضداد موجودة، كل الإيمونوغلوبين موجودة، فهذه مميزة كمان للإصابة بالذئب.
هذه امينوغلوبولين جي، هذه امينوفلوريسنس، بس هذه مو كوبك، مو ما هي كوبكلوية، هذه انابيب تيوبلز. ففي ترسب للامينوغلوبولين على الغشاء القاعدي للتيوبلز للانابيب، وهذا كمان مميز للاصابه بالذئاب. قليل من الامراض اللي بتعمل هذا المعقدات حتى بالانابيب الكلويه. اتمنى اني يكون قدمت مراجعه سريعه للتشريح المرضي للليبس نفرايتس. موضوع الليبس نفرايتس فيه كتير جوانب ممكن تتاخذ وتتناقش، وموضوع كتير يعني مطروق بالتدريس، سواء بالمقاربه وبالتشخيص وبالعلاج اللي هو جدا معقد. ممكن ان شاء الله بالمستقبل لو صار في مجال نتناقش فيه ونحكي فيه بمحاضرات تفصيلية. بتشكركم على المتابعة. لا تنسوا إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك والشير، إضافة إلى السبسكرايب، ونلتقي بفيديو قادم إن شاء الله.